السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أصدقاء الأعزاء الإخوة الكرام، عيد مبارك سعيد إن شاء الله، الله يدخلكم بالصحة والسلامة علينا وعليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية. بيجي تقولوا لي أش من عيد؟ غادي نقول لكم عيد المولد النبوي، إنه كاين واحد بعض الناس يعتبروا عيد بعض الناس ما يعتبروش عيد، حنا غادي نتبعوا عامة الناس وغادي نعتبروا عيد وغادي نباركوا لكم العواشر، الله يدخلكم بالصحة والسلامة. تنوجه لكم واحد التحية كبيرة وشكر خاص لجميع الإخوان اللي تيساندوني واللي تيشجعوني في التعليقات ديالهم، في المشاركات ديالهم على الصفحة ديالنا في الفيسبوك وعلى المجموعة ديالنا في الفيسبوك لي زامي قناوة. وفي الصراحة والله القسم إلا أنا جد سعيد، لأنه وجدت واحد التفاعل ما كنتش قاعد تنتوقعه، رغم أنه كاين بعض يعني بعض الامور سلبيه، كاين بعض الناس اللي ما عجبهمش هذاك الشيء اللي كندير وهذاك الشيء، ولكن انا ما نكذبش عليكم، انا الهدف ديالي هو نفيد هذوك الاخوان ونحافظوا على التراث ديالنا. اذا الا كانت عندي واحد المجموعه مسانداني هما مع من غادي نمشي، انا ما سوقش في اللي ما عجبوش الحال شغله هذاك. على اين ان شاء الله الرحمن الرحيم، الاسبوع اللي دات كنا درنا الشرح ديال طرايا ركوي بابل، وكيف العاده حنا غادي في التسلسل الطرح اللي تيتبع طاري يوركي بابان هو سيجي بوغانغا. اذا ان شاء الله اليوم الشرح ديالنا غادي يكون سيجي بوغانغا، غادي نحاول نتاو نديرو ليه واحد الشريح. وكانوا شي اخوان نبهوني قالوا لي نعود نشير الطرح اللي بيجي من بعده باش ان شاء الله تعود تبريباريو. اذا دابا حنا اليوم درنا سيجي بوغانغا، ان شاء الله الرحمن الرحيم الشرح المقبل غادي يكون هو سانجيا. اذا اللي بغى يوجد راسو يتسنط لسانجيا مزيان وداكشي يحفظها، هي اللي غادي نديرو لها الشرح ان شاء الله في الاسبوع المقبل. وهذا الاسبوع هذا عندنا سيجي بوغانغا، كيف كنت قلت لكم فعلا الاخوان اللي نبهوني، الاصدقاء اللي نبهوني القضيه ديال ديروا لي ابوني وديروا لي جيم وكذا، فعلا كانت ملاحظه في محلها، لانه من بعد ما شرت لكم هذيك القضيه تزادوني واحد العدد ديال الاخوان، تزادوا ديال لي زابوني، تنشكرهم بزاف. ودابا دابا تنقول لكم اللي عجبو هذا المحتوى يدير ليا جيم، اللي ما عجبوش يدير ديسلايك يدير جيم با، ما فيها حتى شي باس، ويكتب ليا شي تعليق يقول لي اش اللي ما عجبوش فيه، يدير لي ملاحظه ديالو. ومرحبا بالانتقادات ديالكم ومرحبا بالتشجيعات ديالكم، وهاد القناه ان شاء الله راه ديال منكم واليكم، انا اخوكم وانا راه حتى انا محب بحالي بحالكم. اذا القناه حسبوها ديالكم، اللي بان ليه شي تعديل، اللي بانت ليه شي حاجه اللي بغات تزيد بالقناه القدام، انا راه كلي اذان صاغيه. وشكرا جزيلا لكم جميعا. اذا ان شاء الله نبداو في الشرح ديالنا. سيجي بوغانغا، هذا السؤال ديالو،
ماشي شي طرح اللي صعيب يعني، في ديك تقريبا اللي الطرح راه بسيط شويه، ان شاء الله خصو واحد شويه ديال التركيز ونبداو ان شاء الله في الشرح ديالو. زين الشرح هو كما يلي: كل تزويقه نديروها بوحدها. اذا نبداو بهادي الاولى، تتبدا في التير، التير خاوي فوقيه خاويه، نديرو وحده، نقدروا نديرو حتى جوج، اما نديرو وحده خاويه وحده عابره، ولا نديرو جوج خاويين، يعني جوج خاويين في التير وحده عامره في التير، وحده خاويه في التحتيه وحده عامره في التحتيه رقم واحد. الحصر الوسطية، ديما الحصر الوسطية في الأخر، قبل نعاودو نملحوها شي شوية، تنديرو المرة التانية تنديرو غير وحدة، هي وحدة خاوية، وحدة خاوية، وتنديرو بوز، وتنديرو وحدة عامرة، وحدة خاوية في التحتية، وحدة خاوية أخرى في التحتية تاني. نشوفو تاني نزيدو التزويقة الأخرى، تنكون واجدين هكا. إذن الحصور الوسطية، نعاودو نضربو الحصور، وحده خاويه في التحتيه، وتنديروا هذه التحتيه عامره، وتنعاودوا نطرا هذيك النطرا دائما. عقلت عليها في الباليني، نختموها بوحده خاويه وحده عامره في التحتيه. نعاودو نضربو الحصور، تنضربو تحتية خاوية، تنضربو التحتية تاني رقم واحد هنا، تنضربوها بهاد الصبع، تنضربو الفوقية، والتحتية خاوية، والتحتية عامرة.
البال داير، قلت له البال تنديرو عصفور، لا تنديرو خاويه تحتيه خاويه والحبوط فوقيه عابره واحد والتحتيه خاويه والتحتيه عامره. نوريكم هذوك لي نوت دو باز اللي شديتيهم ومن بعد زوق كي بغيتي. اذا دابا قلنا التزويقه الاولى فيها عير، والمره الاخرى تدير فيها تدير جوج خاويين في التير وحده عامره، هاد وحده خاويه في التحت وحده عامره، دائما تنخرها بالحصور الوسطيه. الثانية قلنا الحصور الوسطية، الحصور تحتية خاوية، تحتية عامرة في الأخر واحد، وتنضروها وتنضربو دجير، نعاودو نديرو وحدة خاوية وحدة عامرة. بحال الاولى غير عوض ما نديرو وحده في التير ونضرب وحده عامره، تنديرو ديك اللي بغينا نديرو خاويه في التير تنديروها خاويه في التحتيه. نديرو جوج تاني في التحتيه، وحده في التير وحده في التحتيه خاويه وحده عامره. تسالي الكلام وداكشي بغيتي تزوقتي شويه، ممكن لك دير هاد التزويقه هادي. هادي هي مستملحة، تدوزو للموسيقى ديال 55 اللي بغيتي تحت شي شوية، وتعاودو تاني ترجعو لسيدي بوكانكا. التزويقة الرابعة نديرلكم تريرة هي وحدة في الوسطية، تدير وحدة في الحصور وحدة في الوسطية، وتزيد ضربة أخرى في الوسطية، تعاود تاني تمشي دير عامر والتحتية خاوية والتحتية عامرة. اي يقدر يمكن دير اي تزويقه في هادو، اي وحده في هادو اللي شدات لك يمكن لك تبقى ديرها وتغني معاها. ها سمعوا ثاني هادي سيجي وكا ثانيا thank you.
هذا هو الطرح ديال سيدي بوغانغا. تنتمنى من اعماق قلبي انه يكون واضح، حيت الا ما كانش واضح راه تيضرني خاطري الصراحه. انا بغيت نوصل لكم، والله شهد عليا بغيت نوصل لكم من قلبي. انتما باش غادي تساعدوني بالتعليقات، قولوا لي اوتي ها اللي واضح ها اللي ما واضح، ها فاش تخطأ ها فاش تدير. اذا فهمتوني، انا الكمال لله عز وجل، انا دابا نقدر ندير شي اخطاء ما ننتبهش ليهم، ولكن انتما اللي تتفرجوا راه تيبان لكم فين كاين الاخطاء وفين فين كنت على صواب وفين كنت على خطا. وشيروا لي اللي بغى، كيف قلت لكم اللي عجبو المحتوى يدير جيم، اللي ما عجبوش المحتوى يدير جيم با. وماذا بيا يجي ليا شي تعليق يقول لي انت علاش درت لك جيم با، لانه هذا الشيء ماشي في المستوى، ولا الشرح ما واضحش، ولا كذا ولا كذا. وكيف قلت لكم تنعاود نكررها للمره الالف، انا ماشي معلم ديال قناوه، انا مجرد هاوي محب، عندي واحد البركه بغيت نقسمها مع الاخوان. هذا مكان باش نحافظوا على التراث ديالنا، وباش الاخوان حتى هما يستافدوا شويه بلا ما يضيعوا وقتهم، بلا ما يجلقوا، بلا ما كذا، في دارهم في محلهم. هذا الشيء هو اللي كاين. اللي ما عجبوش هذا الشيء اللي تندير يسامحني، الله يجازيه بخير، انا تنعتذر ليه. واللي عنده شي حاجه احسن من هذا الشيء يجيبها لنا، مرحبا به، يجيب لنا شي قناه فيها افضل شي حاجه افضل من هذا الشيء، ونوقفوا حنا هذا الشيء ونتبعوا مع القناه ديالو. وهذا الشيء اللي عطى الله وهذا الاخوان، شكرا جزيلا لكم. وما تنساوش تفاعلوا معايا بالتعليقات ديالكم، راه من خلال التعليقات باش انا تنعاود نحسن المحتوى ديال هذه القناه، والقناه راه منكم واليكم. شكرا جزيلا، والى اللقاء ان شاء الله في الشرح المقبل اللي هو سانديا. يلا وجدوا لي راسكم مع سانديا، تصنتوا لها مزيان.